My students in Prep 2, hello. Today we are going to complete uh, lesson 2 in Unit 1, <clears throat> which is about the chemical properties of metals. إن شاء الله النهارده بإذن الله هنكمل اللي إحنا خدناه في lesson 2 Unit 1, كان uh, ال- lesson بيتكلم عن الأنواع الالمنتس الموجوده في البريودك تيبل وقلنا ان في عندي metals و non metals و وكان في الانرت جازس وكلمنا عن الفرق ما بينهم هما الاربعه دلوقتي هندخل على الكيميكال بروبرتيز اوف metals او هنمسك الخواص الكيميائيه للميتلز زي ما قلنا قبل كده معنى الميتلز هي elements اللي بتبقى في الاوتر موست انرجي ليفلز تبقى عدد الالكترونات فيها من 1 ل 3 وبتبقى ليها قابليه او قيمته انها تفقد الالكترونات دي ده لما تدخل في التفاعل الكيميائي تمام دلوقتي عايزين نشوف ايه هي بقى خواص الميتالز خواص الميتالز او الفلزات فاكرين لما كنا خدنا في سنه اولى ان احنا كنا قايلين ان الميتالز ليها بعض الخواص زي مثلا ان ليها لمعان مثلا ليها ميتاليك كلاستر قلنا انها قابله للدني والطرق وال تمام قلنا ان هي ليها كيميكال اكتيفيتي او ليها بتتفاعل برضه مع او ليها يعني الكيميكال بروبرتيز بتاعتها عاليه او كده وتتفاعل مع الاكسجين فاكرين لما كنا قايلين الكلام ده إنها تتفاعل مع الاكسجين عشان تكون أكسيد. تقريبا نفس الكلام اللي خدناه السنه اللي فاتت طيب النهارده باذن الله هنكمل to know the chemical properties of metals do the following activities عشان اقدر اعرف الكيميكال properties بتاعه الميتالز لازم اعمل الاكتيفيتي الاتيه طبعا احنا كنا واخدين ال الميتالز او البروبرتيز بتاعت الميتالز كنظري بس انما لو عملنا اكتيفيتي هتثبت لنا ان الكيميكال بروبرتيز دي سليمه اول اكتيفيتي معانا وهي رياكشن رياكشن اوف metals with دايليوت اسيد هفاعل الايه metals مع دايليوت اسيد حمض مخفف تمام طيب السبستنس اند تولز ايه هي المواد والادوات اللي هستخدمها اول حاجه هيبقى معايا تيست تيوب هيبقى معايا magnesium ستريب يعني شريط من المغنيسيوم dilute هيدروكلوريك acid وحمض الهيدروكلوريك او ال HCl المخفف الخطوات put a piece of magnesium strip in a test tube and add some dilute hydrochloric acid HCl بحط قطعة او الستريب شريط المغنيسيوم في التست تيوب واضيف عليه dilute هيدروكلوريك اسيد زي ما شايفينه هنا في الفيجر اللي قدامنا ادي عندي التست تيوب وادي عندي قطعه شريط المغنيسيوم او المغنيسيوم ستريب حطيتها في التست تيوب وقمت حط عليها دايل اتش سي لو شايفين من الواضح ان في السائل موجود فيه بابلز يبقى الاوبزرفيشن بتاعتي evolving of gas bubbles خروج جاز بيطلع تمام او اسمها الفقاعات غازية طب الكونكلوجن من الكلام ده ايه ان الاكتيف ميتالز such as magnesium react with dilute solution او dilute acids تمام الاكتيف ميتالز او الفلزات النشطه اللي زي المغنيسيوم دي بتتفاعل مع dilute اسيدز او الاحماض المخففه تمام معنى ان يطلع عندي بابل زي ما احنا شايفين يبقى حصل تفاعل ما بين المغنيسيوم ستريب وما بين الدايل اتش سي ال جميل الهيدروكلوريك اسيد اللي تفاعل معاه ده فورمينج سولت اوف اسيد يبقى المغنيسيوم react with hydrochloric acid forming salt of acid ملح الاسد ده تمام يعني ايه ملح الاسد يعني الاسد. وانس لما يتفاعل مع الميتال بسمي الميتال ده مع الاسد اسمه ملحه بسميه السولت اوف اسد تمام يبقى اسمه ايه السولت اوف اسد لما يحصل رياكشن بتوين الميتلز مع الايه الاسد وخصوصا الدايلوت دايلوت اسد يدي ايه يدي السولت اوف اسد ويطلع عندي الهيدروجين جاز لان الأسد اصلا لازم يكون فيه هيدروجين، اي أسد لازم يكون فيه ايه؟ هيدروجين، يبقى الهيدروجين جاز ايفولف هو اللي بايه؟ بيطلع من التفاعل او ناتج التفاعل. طيب الهيدروجين ده أتعرف عليه ازاي؟ او اعرف ازاي ان الهيدروجين طالع من خلال which burns with a pop sound on approaching a burning match to it. لو انا قربت عود كبريت مولع قدام فوهة الأنبوبة دي هلاقيه إنه بيشتعل بإيه؟ بصوت فرقعة، يبقى الهيدروجين جاز اللي طالع أو evolved from the reaction تمام؟ بيتعرف عليه إزاي؟ إني لو قربت آه عود كبريت مشتعل على فوهة الأنبوبة هيحصل اشتعال بإيه؟ ساوند أو صوت فرقعة يبقى انا عندي المعادله بتاعتي ان الاكتيف ميتالز او الفلزات النشطه دي لما فعلها مع دايليوتد اسيد بتتحول للسولت of اسيد سولت اوف اسيد بلس مين بقى بلس الهيدروجين جاز طب اللي هيعرفني ان حصل تفاعل هو الهيدروجين جاز ذات نفسه ازاي ان انا لو ابروش burning ماتش تو to the توب of the test tube خلاص اللي بيحصل بيحصل هنا ان المغنيسيوم او سوري اللي هو البابلز دي احصل لها ايه؟ احصل لها بيرنس ويز بوب ساوند هتلاقي ايه؟ تشتعل مع بوب ساوند او صوت فرقع. طيب المعادله ام جي اللي هو المغنيسيوم بلس 2 اتش سي ال اللي هو الهيدروكلوريك اسيد دايليوت تمام؟ طب انا ليه حطيت اتنين قبل ال HCL ما حطيتش ال HCL على طول؟ لأن المغنيسيوم في الـ outermost energy levels بيحتوي على 2 إلكترونز، والـ 2 دول عايز يفقدهم هنيجي المفروض إن اللي طالع من الـ HCl هيطلع الهيدروجين جاز لوحده ويبقى المفروض اللي هيتفاعل مع المغنيسيوم هو الكلورايد والكلورايد الالكترونز اللي محتاجها في مستوى الطاقة الأخير هو محتاج واحد لأن عنده سبعة يبقى أنا محتاجة كمان ذرة من الكلورايد علشان تاخد الإلكترون الثاني اللي طالع من المغنيسيوم، فيبقى فيه حاجة اسمها فيلنسي للإيكويشن، أو أعمل تكافؤ للمعادلة اللي قدامي، فحطينا 2، كمان إيه؟ كمان الهيدروجين ما ينفعش يطلع لوحده كأتوم، لازم يطلع كألمنت، يبقى H2، تمام؟ فلذلك حطيت الـ 2, يبقى حطيت 2 HCl دايليوت عشان يدينا MgCl2 اللي هو المغنيسيوم كلورايد بلس مين بلس H2 اللي هو الهيدروجين جاز خير. في activity يبقى أنا من ال activity الأولانية قدرنا نعرف إن ال active metals react with diluted acids to form a of an acid تمام؟ and evolving hydrogen element أو hydrogen gas Activity نمبر two هنتكلم عن الرياكشن reaction of metals with oxide ودي برضو نوع من ال properties of metals ده يوضح لي chemical properties of metals لما كنا خدنا السنة اللي فاتت في سنة أولى خدنا إن الميتلز metals بتتفاعل مع الأكسجين عشان تدينا ال metal تمام؟ إيه هنعمل آه التجربة دي أو الأكتيفيتي ده عملي بقى، الستبس Steps and Tools اللي هستخدمها، هستخدم برضو مغنيسيوم سريب، هستخدم جار filled with oxygen، هستخدم water وهستخدم Violet ليتما Solution. طيب، احنا كنا خدنا قبل كده إن المغنيسيوم لما فعلناها مع الأكسجين ادانا المغنيسيوم أوكسايد. الجديد اللي علينا ان دلوقتي إن احنا هنزود معانا water وهنزود معانا الـ Violet سوليوشن Solution وهنشوف زودناهم ليه وإيه المغزى من تزويدهم. طيب الستبس بتاعتي أول حاجة ignite one end of magnesium strip until it burns then put it inside a jar filled with oxygen gas هبتدي أشعل نهاية طرف المغنيسيوم سترب لحد ما تتحرق وبعدين بقوم حطاها جوه جار مملوء بالأكسجين جاز زي ما احنا شايفين كده في الشكل إن أنا عندي جار أهو أوكي وحرقت المغنيسيوم ستريب من الطرف ده او اشعلتها والجار ده فيه اكسجين وقمت حاطاه فيها خلاص ايه اللي بيحصل او ايه بزربيش الاوبزرفيشن اللي انا شفتها ان المغنيسيوم ستريب بيرنس with ا برايت لايت اند تشينجز انتو باودر الكلام ده احنا عرفناه لان واخدين اخدنا الاكتيفيتي دي قبل كده السنه اللي فاتت ان المغنيسيوم ستريب او الشريط بتاع المغنيسيوم ده هيتحرق بايه بضوء يدي ضوء لامع، يعني لون أبيض بيلمع، وهيتحول بعد كده البودر بسميه المغنيسيوم أوكسايد لحد كده الأكتيفيتي دي إحنا خدناها. نيجي نشوف الأكتيفيتي الثانية التانية وهي أد some water to the produced substance اللي هي المغنيسيوم أوكسيد، with, uh with shaking، زين add Drops of Violet Massage، هبتدي أضيف شوية مية، للماده الناتجه من التفاعل اللي هي المفروض المغنيسيوم اوكسيد او الباودر اللي ناتج واعمل له او ارجها بعد كده اضيف نقط من الفايلوت ليتمس سوليوشن عارفين ايه هو الفايلوت ليتمس هو محلول عباد الشمس محلول عباد الشمس كنا زمان بنستخدمه كشريط تمام دلوقتي بنستخدمه كمحلول بحط دروبس من الفايلوت ليتمس سوليوشن او محلول عباد الشمس محلول عباد الشمس بيعرف لي المادة اللي موجودة أو اللي أنا بكشف عنها هل هي مادة ألكلي ولا أسدك يعني بيزك ولا أسدك هل هي مادة حمضية ولا قاعدية ده فايدة الليتماس سيليوش أو الفايلوت ليتمس الاوبزرفيشن زي ما احنا شايفين كده انا عندي المغنيسيوم اوكسايد اللي طلع او الباودر هحط عليه ووتر واعمل وش... له شيكنج او رج وبعدين احط الليت وش... طيب الاوبزرفيشن اللي هتطلع ان المغنيسيوم اوكسايد دي سولفز ان ووتر هتدوب المغنيسيوم اوكسايد في الميه اوكي طيب دي اول حاجه شفتها ان اول ما حطيت الووتر مع المغنيسيوم اوكسايد وش... وعملنا تشيكنج هنلاقي ايه ان المغنيسيوم اوكسايد دابت تماما بعدين ايه اللي هلاحظه تاني ذا سوليوشن تيرنس انتو بلو وبعد كده السليوشن المحلول اللي عندي بقى لونه ازرق بعد ما حطيت الايه الليتمس سوليوشن او الفايلوت ليتمس سوليوشن تمام لقينا اتحول لون ازرق اوكي واللون الازرق بقى محلول عباد الشمس اللو... محلول عباد الشمس اللي هو لون الفايلوت ده اول ما احطه وطالما اتحول لون ازرق يبقى الماده اللي انا بكشف عنها دي ماده ايه بيزك أو ألكالي الكلاين قاعدية مادة قاعدية مادة إيه قاعدية طالما إدت لون أو غيرت لون الفايلوت ثلاثة ماسليوشن للون بلو يبقى أصبح ان هو مادة الكلاين أو مادة قاعدية يبقى الكونكلوجن من الكلام ده إن الميتال such as magnesium react with oxygen forming metal oxides which are known as the basic oxides okay يبقى الميتالز زي مثلا المغنيسيوم لما تتفاعل مع الاكسجين بتكون حاجه اسمها ميتال اوكسايد والميتال اوكسايد بسميها بيزك اوكسايد بسميها بيزك اوكسايد يبقى الميتال اوكسايد هي البيزك اوكسايد طب تعريف البيزك اوكسايد هي ايه؟ زيار ميتاليك اوكسايد some of them بعض منها dissolving water forming alkaline solutions يعني بعض من البيزك اوكسايد دي بتدوب في الميه وتدينا الكالين سوليوشنز او محلول قاعدي والبعض الاخر ما بيدوبش في الميه يعني الميتاليك اوكسايد انا لما حطيته في الميه في الاول مع المغنيسيوم اوكسايد لقينا داب وعملنا شيكنج لقينا داب فلما يدوب يبقى اعرف لو انا حطيت الفايلو ليتما سوليوشن هيتحول لايه الالكالين سوليوشن ويدينا اللون البلو طب لو الماده اللي طلعت لي او الميتاليك اوكسايد اللي طالع لي ده ما دابش في الميه بعد ما عملت له شيكنج يبقى ما توقعش ابدا ان هيحصل تغيير في لون الفيروس سوليوشن او انه يديني الكلاين سوليوشن يبقى الميتاليك أوكسيد او البيزك أوكسيد دي عباره عن ايه بيزك أوكسيد هي عباره عن ميتاليك أوكسيد صاموف اوف ذم يعني جزء منها بيدف في الميه وجزء الاخر لا فاللي من اللي منها بيدوب في الميه ده بيحول ايه بيتحول لالكلاين سوليوشن تمام طيب يبقى انا عندي الميتالز الميتال بلس اوكسجين بالهيتنج يدينا بيزك اوكسيد زي مين زي ال2 ام جي اللي هو المغنيسيوم بلس اوكسجين 2 بالحراره يدينا 2 ام جي او طيب هنا تقولوا لي انا ليه حطيت هنا 2 قبل المغنيسيوم ما هو ده هيفقد الكترونات والاكسجين 2 الكترونز والمفروض الاكسجين هيفقد 2 الكترونز ليه بقى حطيت 2 هقول لك لان الاكسجين هنا ما ينفعش يبقى O لوحده دايما بيبقى في صورة elements ما ينفعش يكون اتوم كده لوحدها لازم تكون صورة elements أو جزيء O2 لازم يكون إيه O2 أوكي كده طيب يبقى عشان كده يبقى هنا داخل المفروض اتنين ذرة من الأكسجين يبقى لازم معاه أعمل إيه, إيه أعمل لها valency فأحط 2 قبل المغنيسيوم عشان يدينا 2 MgO طيب في بقى معلومة أو حاجة ناخد بالنا منها لسه قايلين حالا إن البيزك أوكسايد uh, هي ميتاليك أوكسايد تمام؟ جزء منها بيدوب في المية فيدينا ألكالين سوليوشن ده معناه إن ممكن ممكن جزء آخر ما يدوبش في المية فبالتالي مش هيدينا ألكالين سوليوشن فبيقولي some basic بيزك أوكسايد as أز ماجنيسيوم أوكسايد دي سولفز إن بتدوب في المية فورمينج alkaline solutions which turns violet, the violet solution into blue تمام هي دي حقاة. لو لما المغنيسيوم اوكسايد او بعض البيزك اوكسايد تمام لو دابت في الميه تدينا الكالين سوليوشن اللي هتحول الفايرو تيتم سوليوشن لبلو عندي التفاعل البيزك اوكسايد بلاس ووتر يدينا الكلي يبقى انا عندي ام جي او بلس اتش تو هيدينا ام جي او اتش اول باي 2 طيب عشان نشوف التفاعل اول كده عندي المفروض ايه اللي ضاف زياده هي الاكسجين الزياده يبقى انا عندي اتنين هيدروجينة واتضافت واحده زياده مع الاكسجين دي بقى اتنين اكسجين يبقى اتنين هيدروجين واتنين اكسجين فبالتالي ممكن اقوم ايه حاطه وال H اول باي 2 يعني اتنين من الاكسجين واتنين من الهيدروجين اوكي كده ده علشان لما اشوف ايه يبقى انا مش بحفظ المعادله ولكن بفهم هي جت ازاي تمام طيب فنبقى فاهمين قوي ونبقى حافظين وفاهمين ان الالكالاين solution turns the solution into blue okay يبقى بتحول اللتما solution للون ايه blue give reason سؤال بيقول لي all bases aren't considered alkalis مش كل البيزز تعتبر الكيمس بالظبط كده لان في بعض البيزز بتدوب في الميه فاللي بتدوب منها في الميه هي دي اللي تكون alkaline سوليوشن لكن البيزس اللي مش هتدوب في الميه ما بتكونش يبقى هنقول بيكوز الكلس ار بيزس ديسولف ان ووتر بات نوت اول بيزس ديسولف ان ووتر هنقول لك ان الألكليس هي عباره عن بيزس بتدوب في الميه ولكن مش كل البيزس بتدوب في الميه تمام كده انا عملت تو اكتيفيتيز عشان اقدر اعرف بعض الكيميكال بروبرتيز اوف ميتالز لما فعلناها مع diluted أسد ولما فعلناها مع الأكسيد نيجي هنا بقى لكيميكال اكتيفيتي سيريس يعني ايه كيميكال اكتيفيتي سيريس هي سلسله النشاط الكيميائي سلسله النشاط الكيميائي من اسمها نشاط كيميائي يعني عندها نشاط انها تعمل تفاعل كيميائي او انها تتفاعل مع اي ماده تدخل لها او تبقى قريبه منها خلاص يبقى الكيميكال اكتيفيتي معناها إيه؟ معناها ليها نشاط كيميائي يعني سريعة في دخول، في إنها تدخل كيميكال رياكشن، وتتفاعل، تمام؟ طيب كلمة سيريس يعني سلسلة، ترتيب، فهنرتب الميتالز طبقًا للكيميكال اكتيفيتيز بتاعتها من من الكبير للصغير، يبقى أول حاجة هتقابلني هي الميتالز اللي ليها كيميكال اكتيفيتي عالية. والتانية ماشيه السلسله لحد اخر فلز او اخر ميتال في السلسله دي في ده بتكون الكيميكال اكتيفيتي بتاعتها صغيره قوي تمام يبقى الكيميكال اكتيفيتي سيريز ميتلز ار ارينجد اكوردنج تو ذا ديجري اوف ذير كيميكال اكتيفيتي ان تيبل نونيز الكيميكال اكتيفيتي سيريز الميتلز بتترتب طبقا لدرجه الكيميكال اكتيفيتي او النشاط الكيميائي بتاعها في تيبل بنعرف بنعرف التيبل ده باسم الكيميكال اكتيفيتي سيريز او سلسله النشاط الكيميائي الكيميكال اكتيفيتي سيريز تز ارنجد او تز ارانجمنت اوف ميتلز ان ديسيندينج اوردر اكوردنج تو ذا ديجري اوف ذير كيميكال اكتيفيتي يبقى الكيميكال اكتيفيتي سيريز هو الارانجمنت عمليه الايه ارانجمنت ترتيب للميتلز ان ديسيندينج اوردر ديسيندينج اوردر فروم ا فروم ذا ذا موست وان اور ذا بيجست وان تو the smallest one يعني من الكبير للصغير according to the degree of their chemical activity طبقا لإيه؟ طبقا لدرجة النشاط الكيميائي بتاعها يبقى أعلى واحد يعني الأول واحد هيقابلني هو أعلى نشاط كيميائي وآخر واحد هيقابلني هو أقلهم في النشاط الكيميائي The following table shows the difference in the behavior of some metals with water according to their location in the chemical activity series. قدامي تيبل هيوضح لي الـ أو الاختلاف في سلوك بعض الميتالز لما فعلها مع مية طبقا لترتيبها أو موقعها في الـ chemical activity series. Okay. طبقا لموقعها في الـ chemical activity series. فأنا عندي ميتالز زي ما احنا شايفين كده وبادئ معايا بالكي تمام؟ بادئ معايا بالبوتاسيوم، يبقى معنى كده إن البوتاسيوم هو the biggest one in the chemical activity، أوكي؟ هو أعلى واحد في النشاط الكيميائي، أوكي؟ طيب، وبعد كده الصوديوم، بعد كده مديني كالسيوم، بعد كده مديني مغنيسيوم، وبعدين مديني زنك، وأخيراً مديني الأيرن، وفي كمان مديني كوبر ومديني إيه؟ السيلفر. لو احنا شايفين كل ما احنا ننزل تحت طبعا ده ديسيندينج يعني من الكبير للصغير يبقى بنزل لتحت بالسهم يبقى كل ما بنزل degree اوف كيميكال اكتيفيتي decreases درجه النشاط الكيميائي بيقل كل ما بنزل لتحت كل ما درجه النشاط الكيميائي بيقل يعني نشاطها في التفاعل مع اي حاجه بتبقى قليله. طيب لو انا فعلت اي من الميتالز ده مع الوتر ايه اللي هيحصل؟ لو جينا نشوف بالنسبة للبوتاسيوم والصوديوم، البوتاسيوم والصوديوم لما أفاعلهم مع المية، أوكي، reaction with the water، they react instantly with water and hydrogen gas evolves which burns with a pop sound هتتفاعل على طول مع المية، أوكي، والهيدروجين جاز يحصل له evolves يبتدي يطلع بإيه؟ إنه بيشتعل بصوت فرقعة، يبقى على طول البوتاسيوم او الصوديوم ولذلك دايما احط البوتاسيوم في الصوديوم في كيروسين علشان احافظ عليه انه مثلا ما يقابلش سطح في رطوبه او في اكسجين او في ايه انه يتفاعل بسرعه يبقى انا عندي البوتاسيوم والصوديوم لو حطيتهم في ميه هيحصل فرقعه مره واحده هنلاقي ان هو بيفرقع ليه بيفرقع ويحصل اشتعال بفرقعه ليه لانه تفاعل على طول مع الووتر والهيدروجين جاز ايفولفز وبيرنس with pop sound. طيب نيجي لل يبقى ده معنى النشاط الكيميائي بتاعة البوتاسيوم وبتاعة الصوديوم عالية قوي activity أو chemical activity بتاعتهم is very big أو is very high. نيجي للكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم والمغنيسيوم لو فعلتها مع الووتر they react very slowly with cold water تتفاعل ببطء جدا مع مية باردة تمام؟ يعني الماء البارد ممكن تتفاعل معاه بس ايه بس ببطء جدا طيب نيجي للزنك والأير الزنك والايرن هاي تمبريتشر وذ هوت ووتر اونلي يبقى بتتفاعل عند درجات حراره عاليه مع بخار ميه ساخن فقط تمام يبقى وجودها في الميه مش هيبقى فيه تفاعل بس امتى يحصل تفاعل لو حطيتها في درجه حراره عاليه و عرضتها ل water vapor ساخن hot hot water vapor أو بخار مية ساخن نيجي للكبر والسيلفر الكبر والسيلفر they don't react with water ما بيتفاعلوش مع المية وبالتالي السيلفر لو حطيته في مية مش هيحصل له أي حاجة هو والكبر تمام طيب كده ده بالنسبة لمين ال chemical activity series اللي احنا فهمناها بالنسبة للميتالز طيب نيجي هنا life application تطبيق كده steps to clean silver tools لو انا عايز اعمل ايه تنظيف للسيلفر تولز او ادوات فضه الموضوع ده يعني بسيط يعني كمعلومه كده بيكون يعني مثلا هعمل cover the bottom of a plastic plate with an aluminum paper هبتدي اغطي قاعده طبق بلاستيك كده بالالومنيوم بيبر او ورقه الفويل وريز is the pride surface is upward. اللي هو السطح اللي هو البرايت او اللامع من الورق الفويل ده بتبقى لفوق تمام pour the boiling water in the plate and then add 3 spoons of baking powder هبتدي احط ميه مغليه في الطبق اللي, اللي انا حط... اللي عندي ده اللي حطيته وغطيته بالفويل واضيف عليه 3 معالي من البيكنج باودر immerse the silver tools which you want to clean in water then leave the tools for 15 minutes ابتدي اغمر الادوات الفضه في اللي انا عايز انضفها في الميه تمام واسيبها لمده 15 دقيقه dry the tools after rinsing them with boiling water then polish them with a piece of wool أه ببتدي اجفف بقى بعد 15 دقيقه هجفف التولز بتاعتي بعد ما اكون غسلتها بميه سخنه او ميه بتغلي وبلمعها بقى بقطعه من الصوف ده كده لو انا عايزه اعمل تنظيف للسيلفر تولز طيب كده النهارده خلصنا الكيميكال properties اوف metals. المره الجايه ناخد الكيميكال properties اوف نون metals يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط واشوفكم المره القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته